من أجل هذا أحبائي أقول لكل مشاهد، هل تبحث عن الحياة؟ هل تريد الحق؟ وهل فعلا تبحث عن الطريق؟ قال يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة. أنا بدعوك إنك تسلم حياتك ليسوع المسيح، وهو عنده القدرة إنه يجري التغيير المعجز في حياتك ويكتب اسمك اليوم في سفر الحياة. هذه الدعوة أحبائي لكل مشاهد. طبعا إذا عندك سؤال، أرقام الهواتف موجودة أمامك، فيك تكتب على صفحة الفيسبوك، وفيك تبعت لنا على طبعا على الانترنت أونلاين، وفيك تتواصل معنا عن طريق الهاتف، لكن بحب أسمع منك.